شكرا كثير تولاي. ليش انا شو عملت؟ كل القصه انه نحن تعاوننا وقتلنا ابوه. استغفر الله العظيم. ما تخاف، هو رح يضل نايم 3 ساعات. لا هو متعود، ما رح يصير له شيء. طيب ماشي، يلا بشوفكم. يلا بشوفك. قدي صلي هون نايم انا. بترجاكي يا حبيبي، ان شاء الله بتنعدي. لك انا ما كان قصدي شيء، شفتها للبنت 10 دقائق، حكينا بالشغل ومشيت. ما بدك هالقصة يعني؟ يعني انت مصرة تساوي مشكلة بيني وبينك؟ نحن ما صدقنا امتى تصالحنا. يا الله. صفلي، انا عم اقول لك اللي صار. بابا شو هذا اللي عم تساوي؟ شبك عامل مثل الشباح؟ انا ابوك يا ولد. كل اللي حكيته مع عشان انا عايش ماني ميت. قديش ساعة هلا؟ صارت 12:30. 12:30؟ خلص بكفي. لك انا شلون نمت كل هذا الوقت؟ ها؟ فكري شو رجعك لهون؟ شو جابك؟ شو نسيت شو اتفقنا؟ شو اتفقنا؟ الموظف والزواج المزوع. خلص خلص، لا تكمل، وطي صوتك. شو قصتك انت؟ ما اتفقنا البيرة مجانية هذا الاسبوع؟ مرتضى والله بطلع على الطاولة وبحكي لك الاهل الحارة انه زواجك كله كان كذب بكذب. عم تسمع شو عم قول؟ او بتعرف استنى شوي، انا معي رقم املا تولاي، هلا باخذ تليفون شي واحد وبتصل فيه. طيب ماشي ماشي، شو صار لك يا رجل؟ واحد ما بيقدر يتفاهم معك. يا الله خلص هلا بجيب لك. ايه من الاول هيك، يلا روح وجيب لي كاسه مليانه. اساسا تولاي اعطتني حبه منوم وحاسس حالي دايخ. فهمني انت ليش طلعت من البيت؟ المجرمين لساتهم عم يدوروا عليك. معقول انت عم تتمشى ولا كانه في شيء؟ طمن، ما رح يلاقوني، بيكونوا راحوا. بعدين شكلهم صدقوا اني متت. حتى بتعرف انا كمان كنت رح صدق اني متت عن جد. بعدين بدك يعني ضل نايم وتروح علي البيره اللي ببلاش؟ يلا بسرعه روح جيب لي كاسه بيره. والله ما رح يوقف شرب لحتى يفوت بشي غيبوبه. لك العمى والله صايرة هالايام كلها بتشبه بعضها، جاي عبالي هج وارتاح من مرتضى ووشه الزفت وروح من هون ومن وشه اللي بيقطع الرزق. يعني انا لازم صدق كل شي بيقولون الناس؟ يعني اذا سألوني شو اسمك، صحيح شو اسمي انا والله نسيت. يلا في في شو في انت؟ شو عملت فكري؟ انت شلون لقيتوني؟ متت ورجعت مرة تانية؟ شلون كان الجو فوق؟ يا جماعة خليني لكم شي، انتو فهمتوا الموضوع غلط بصراحة. عن جد انت واحد بلا عقل؟ في عقل بيعمل عملتك هاي؟ لك ولا سويت حالك ميت؟ لا ولبست الكفن كمان والكل صدقوك. يعني شو بدي اعمل؟ انا من الاساس بحب التمثيل. شو بدي اعمل فيك هلا؟ المصاري شلون بدي اخدها؟ بتحب اضرب لك يا مره تانية؟ استنى يا ابني، خلي عندك قلب. والحل شو؟ شو رايك نقتلك؟ ما انت متعود، مو اول مره بتموت. طولي بالك، شو يعني؟ يعني موت؟ مو مستاهل تقتل مشان المصاري. خلص انت لا تقلق، رح اعمل كل جهدي. انا رح اقلب البلد كله وش وقفة، واكيد رح لاقي المصاري. انت بتعرفني، انا عندي معارف واصدقاء كمان ورح يساعدوني ويجمعوا لي مبلغ. لا تقلق ابدا، انا بوعدك صدقني، انا 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 مستعد احلف لك اني رح لاقي لك اياهم. بس ان شاء الله. وين بدك تلاقيهم؟ اللي وين؟ سكر له تمه لهالحرامي. شو تسكر لي تمي؟ اوعك تعملها، اسناني عم يوجعوني. الله يخليكم دكتور. ما بدي اسمع حساك. يا اخي احكي مع المعلم، لا اعرف شو بده يعمل فيه. اهلين بالمرحوم. دكتور هالمصاري شو بدي اعمل؟ يا رب دخيلك.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.